السلام عليكم ورحمة الله، معكم 3baaad gaming. جيت اليوم فيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross خطايا السبعة. فيديو اليوم كنت بدي اعمل اللي هو ملوك الميمز وملوك السحب، بس حاولت راح اجلهم لبكره. ليش؟ لانه اليوم في شغلة كتير كتير مهمة بدي اياكم تشاركوا معنا فيها. هاي الشغلة راح تكون كتير مهمة لمستقبل اللعبة ولمستقبل الناس اللي بتحب لساتها تلعب لعبة 7 Deadly Sins، وبس حاسين انه لازم في شوية تغييرات تصير. طبعا التغييرات عم يحاولوا يعملوا تغييرات كتير باللعبة خلال الشهرين الماضيين، في شغلات جيدة في شغلات سيئة طبعا، بس حاليا في شغلتين سيئين جدا جدا ولازم هدول الشغلتين يتصلحوا. اول شغلة نستنى اسبوع بنشوف اذا راح تتصلح، اللي هي يعني اوريدي حكيت عليها، اللي هي تبع هي اللي هو بيعطوك يا اما هي كل اسبوع يا اما هي، وين الثانيه اللي هو اللي بتقدر تلعب فيها السوبر اويكنينج اللي هي هون بعدين هون، ايوه اللي هي هي ليميت دنجن كي. هي لازم يصيروا كل اسبوع يعطونا اياها، ما بصير انه كل اسبوعين يعطونا واحده، انه هذا شيء سيء جدا. وعلى اساس انه قالوا راح يصلح المشكله بعد الفستيفال، بس لهلا ما صلحوها، فان شاء الله يصلحوها بالمستقبل، واذا ما صلحوا المستقبل راح نعمل عليها كلام. بس هلا خلينا نحكي على الشغله اللي هي المهمه خلال الايام الجايه، اللي ابديت انا اوريدي حكيت عليه اللي هو ديفنوس تبع اليابانيه، وهلا اجت على اليابانيه هذا التحديث. التحديث هو انه نحن راح نعمل مثل اللي هو شو بسموها معارضه، او نعمل مثل احتجاج على الابديت تبع اليابانيه مشان ما يجي على الجلوبال، لانه اذا هذا الابديت اجى على الجلوبال اللعبه راح تصير كل مالها بس اللي بي تو وين راح يستفادوا من هذا التحديث، والفري تو بلاي ممكن يستفادوا بس مو مثل ما هن، مو مثل ما نحن بدنا، اللي هو الفستيفال كاركترز. الفستيفال كاركترز حاليا موجودين باللعبه، اللي هو بيجي بانرز 900 جيم، البانر 900 جيم بتسحب 900 جيم بيطلع لك شخصيه فيستيفال، اذا انت ما عندك اياها او اذا انت ما طلعت لك الا بال 900. طبعا بالبانرات اللي هو الفيستيفال بيكون في معاها للشخصيه الرئيسيه شخصيتين ثانيات فيستيفال كمان، فاذا انت طلع ما طلع لك شخصيه الرئيسيه ممكن يطلع لك الثانيين، واذا ما عندك اياهم 6-6 ساعتها راح تقدر تخليهم 6-6. هلا بالتحديث القادم اللي هو راح يجي على الجلوبال راح يعملوا شغله اللي هو الفستيفال ما عاد يجي الا لحاله، يعني شخصيه واحده بس فستيفال، وممكن يجيبوا شخصيه ثانيه مساعده بس ما راح تكون فستيفال اللي هو الشخصيه القويه، وما راح يكون في اي شخصيات ثانيه مع البانر، يعني انه ما راح يكون في فستيفال ابدا قديم مع الفستيفال الجديد. ليش؟ لانه راح يعملوا شغله اللي هي راح يكون في بانر نفس بارت 1 بارت 2 بارت 3 راح تكون اسمها بارت فيستيفال كاركترز، راح يكون فيها 3 شخصيات فيستيفال. وشو المشكله؟ انه راح يكون في كل الشخصيات الثانيه بالبانر، وغير هيك انه ما راح يكون في جرانتيد الا اذا انت عملت 5 ملتيات وما طلع لك شيء، وراح يكون ب 30 جيم. هلا بالمستقبل اذا عملوها بتيكيتات هذا شيء جيد، بس اذا خلوها فقط جيمات هيك ساعتها انت راح تضطر اذا بدك تسحب على فيستيفال قديم لازم تروح جيماتك وما في شيء جارانتيد، يعني ممكن تروح 2000 جيم وما يطلع لك الشخصيه اللي بدك اياها، وممكن احيانا تروح 30 جيم ويطلع لك الشخصيه. بس شو المشكله بهي الشغله؟ انه هيك ساعتها انت راح تصير تصرف 900 جيم على هي البانر عشان تطلع لك الشخصيه الجديده، وبدك تصرف ابصر كم جيم عشان يطلع لك الشخصيات القديمه. ليش؟ لانه هلا اغلب الفيستيفالات الجديده عم تكون الواحد، يعني لما تكون 1-6 عم تكون بتعمل شيء، ولما تكون 6-6 عم تكون افضل بمراحل، مو بس ك سي سي وك اللي هو ستاتس، لا عم تكون قويه، الالتيميت تبعها عم تتغير تغيير جذري احيانا. فهذا الشيء اللي هم على اساس عم يساعدونا فيه، مشان اذا انت ما قدرت تسحب بالبانر تقدر تسحب بالبانر الثانيه. بس شو المشكله؟ انه مثل ما قلت لكم راح يكون في ساعتها بانرين تسحب عليهم، والبانر الثانيه الريت تبعها 0.3، مو مثلا مثل هي 0.5 مثل ما انتم شايفين، لا راح يكون 0.3 وراح تكون لثلاث ايام مو شهر نفس مثلا البانرات اللي هو الفستيفال. با اوريدي في ناجاتو اللي ما بيعرفوا على اليوتيوب. هو فيكم تقولوا من اكبر اليوتيوبرات بلعبه جراند كروس حاليا بعد ما مشي سيتين، وعمل شغله اللي هو هاشتاج BringBackFests مشان شو؟ مشان يرجعوا هي البانر لبانر عاديه فيها فيستيفال وفيها فيستيفالات ثانيين اللي احنا بدنا اياهم، مشان نقدر نحصل مو ندفع 900 جيم بس مشان ناخذ شخصيه جديده، لا ندفع 900 جيم مشان ناخذ شخصيه جديده وناخذ شخصيات الثانيه، زائد انه ناخذ كوينات مشان انه بعدين راح يصير في بالكوين شوب شغلات تشتريها بالبلاتينوم كوين اللي هو ماتيريال بتحتاجها مشان تلعب شغلات ثانيه، وغير هيك اذا انت بدك فيستيفال معين تقدر بالبلاتينوم كوين تعمله. ليش؟ لانه حاليا اذا انت خلينا نقول هلا مثلا هي فيستيفال حلو، انا انتم شفتوني انا عملت روتيشن ما طلع لي غير وحده برنهيلد. طيب اذا هيك اول شيء برنهيلد ما راح تكون عندي 6 6، وثاني شيء ما طلع لي ولا بلاتينوم كوين مشان اقدر اشتري شغلات ثانيه من الكوين شوب، وهيك ساعتها انا خسرت 900 جيم وما ربحت شيء غير فقط الشخصيه الرئيسيه. فهذا الشيء السيء اللي هو هلا ممكن يساعد الناس، في ناس مثلا فري تو بلاي او ناس مثلا ما عندها الفستيفالات او ناس جديده باللعبه تسحب على البانر اللي راح تجي بالمستقبل، ممكن ساعتها شو يصير عنده فستيفالات قديمه، وهذا شيء حلو. بس شو المشكله؟ انه اللي بده يسوي الشخصيات 6 6 راح يتعذب كثير، لانه مثل ما قلت لكم الريت راح يكون 3.3، هذا بالريت اب، يعني هلا هي 0.35 لا هذيك 0.3، عرفتوا كيف؟ بهذا الشيء السيء. خلينا نروح نشوف فيديو اللي هو ناك. طبعا مثل ما انتم شايفين هي البانر فيها مثل ما 3 شخصيات بضلوا 3 ايام، واذا كان حظك حلو ممكن يطلع لك واحد فيهم، واذا ما كان حظك حلو بيطلع لك الشخصيات الثانيه. شوف الشخصيات الثانيه كل شيء باللعبه موجود، وهذا الشيء بصراحه سيء جدا. ليش؟ انه انت ساعتها بدل ما تكون البانر فيها مثلا 15 شخصيه بس، راح يكون البانر فيها 30 ولا 35 شخصيه، والمشكله انه الشخصيات اللي انت القويه اللي بدك اياها مو موجوده بالبانر، مثل مثلا اكسكاليبر ارثر، سارييل، تارميل، وتشاندلر اللي هو شخصيات اكثر شخصيات هلا الناس عم تستخدمها. بقى مشان هيك هذا الشيء السيء انه انت ساعتها عندك بانرين، والبانرين بدك تروح عليهم جيمات مشان تقدر تطلع الشخصيات وتسويها 6 6. يعني انت مثلا البانر حتى لو معك 900 جيم وخلينا نقول طلع لك 4 6 او 5 6، راح تحتاج تستنى لحتى يجي بانر ثانيه وتسحب عليه. بس هلا ما عاد في انه تستنى لحتى يسحب عليه، ليش؟ انه راح يكون في بانر خاصه فيه وفي معه 2 فيستيفال. يعني انت بدك يكون اول شيء حظك رائع جدا مشان يطلع لك فيستيفال، وبدك يكون حظك رائع جدا مشان يطلع لك الفيستيفال اللي انت بدك اياه. يعني هيك ساعتها راح يكون يعني بدك ما بعرف شو تساوي، بدك يكون عندك حظ اقوى ناس باللعبه لحتى يطلع لك شيء اللي بدك اياه. وهذا الشيء السيء بصراحه، بانه انت تخيل من 50 شخصيه بدك شخصيه واحده، تخيل بقى قديش فرصه حدوث هذا الشيء. بقى هذا الشيء اللي هو ناقع عم يحكي عليه. طبعا هلا الطريقه مشان انت تعمل المقاطعه تبع اللعبه، انه شو نعمل؟ نفوت على اللعبه من هون، نعمل هي نفوت على البلاي ستور، نفوت على لعبه 7 Deadly Sins تدور عليها. بعدين لما تفوت عليها بتفوت على الريتنج من هون. اذا انت مو عامل ولا مره، اذا عامل بتفوت تعمل اديت للكلام اللي بتكتبه، وبتكتب هي الكلمه اللي هو هاشتاج BringBackFests. ليش؟ لانه هلا الجابانيز اوريدي نزلت عندهم هذا التحديث اللي هو نزل امبارح او اول امبارح اللي هو يوم الخميس، ونحن اعتقد خلال اسبوعين راح يجي هذا التحديث لعنا او 3 اسابيع، لانه بعد اعتقد بعد جوثر باسبوع راح يجي هذا التحديث. فهذا الشيء السيء انه نحن ما بدنا اياهم يجيبوا لنا هذا التحديث عنا، لا بدنا يصلحوه ويجيبوه. هلا في شغله احسن انا اليوم كنت انا وعمر عم نحكي عليها، شو هي؟ انه البانر هي اللي هنا عم يحكوا عليها، البانر تبع اللي فيها الفستيفالات، بانر كثير حلوه. يعني هلا مثلا اذا واحد لساته جديد باللعبه، او مثلا واحد ما بده الشخصيه الجديده او معه جمات ومو عارفان وين يصرفها، البانر هي سفاحه. بس شو المشكله؟ انه انت عم تغصبني اسحب عليها اذا بدي اسوي شخصيه 6 6، عم تغصبني. ليش؟ انه مثلا انا ولا مره بروتيشن قدرت اسوي شخصيه 6/6 او احيانا بروتيشنين ما بقدر اسوي 6/6. بقى انا مضطر بعدين بالمستقبل راح اضطر صير اسحب على هي البانر. ليش؟ لانه انت خلينا نحكي شغله هلا، انت شلون كنت تجمع الفيستيفال كوين؟ الفيستيفال كوين لانه انت لما تسحب على البانر تبع مثلا خلينا نقول كمثال تبع جوثر وفي فيستيفالين معاها مثلا خلينا نقول دوان ولوزفين، انت الاثنين عندك هم 6/6 طلع لك منهم تنتين، طلع لك منهم ثلاثه، بقى انت صار عندك ثلاثه بلاتينيوم كوين فيك تشتري فيهم شخصيات ثانيه. ليش؟ لانه انت معك تنتين ولا ثلاثه. بس هلا بالمستقبل شو راح يصير؟ البلاتينوم كوين او الفيستيفال كوين راح تصير كثير نادره. ليش؟ لانه انت لما تجي بانر بدك تسحب عليها ما بتوقع في حدا الا اذا كان سوبر 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 محظوظ باقل من 900 جيم يقدر يخلي الشخصيه 6/6. ساعتها انت بدك بعد ما تسوي الفيستيفال الجديد 6/6 الكوينات الزياده تجمعها مشان تشتري سب فيستيفال قديم انت ما عندك اياه 6/6. يعني انت متخيل معي انه انت اول شيء بدك تخلي الشخصيه الجديده 6/6 بعدين تضل تسحب ويطلع لك دوبات من الشخصيه نفسها مشان تقدر تجمع فيستيفال كوين وتعمل على البانر الثاني او تشتري الشخصيات الثانيه اللي انت بدك اياها. فهذا الشيء اللي بصراحه جدا سيء، لانه انت هيك ساعتها ما راح يطلع لك فيستيفال كوين مشان تقدر تشتري شغلات محدده انت بدك اياها، وثاني شيء ما عاد يعني هيك ساعتها راح تصير انت تصرف جماتك على بانرين مو بانر واحده مثل كل مره. بهذا الشيء سيء. نصيحه مني الكل يعمل هالحركه مشان ما تجي على الجلوبال ونلتعن، لا خليها انه هي بانرين، البانرين موجودين هلا، البانر هي الجديده اللي هنا حينزلوها كثير حلوه، بس ما يحذفوا الفيستيفال من البانرات الفيستيفال، لا يخلوا مثلا مثل كل مره الفيستيفال عنده شخصيتين او ثلاثه معاه بالبانر مشان اذا كان حظنا جيد يطلع لنا الشخصيه الجديده زائد يطلع لنا الشخصيات القديمه اللي احنا بدنا اياها واللي احنا بدنا نسويها 6/6 مثل مارلين مثل بان، لانه هدول اقوى شخصيات وراح يكون وراح يرجعوا قوايا بالمستقبل كل ما لهم اكثر واكثر واكثر. بس ان شاء الله الكل يعمل اللي انا قلت عليه ويساعد المجتمع تبع الجلوبال، لانه مثل ما ناك عم يساعد الجلوبال تبع المجتمع الاجنبي انا عم حاول اساعد المجتمع العربي مشان نكون كلياتنا ايد واحده ونقدر يعني يكون عندنا شويه تاثير على اللعبه ويقدروا على اساس انهم بده يساعدونا، بس هن كل ما عم يقولوا انه ادفعوا مصاري اكثر على اللعبه. بس ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو، استمتعتوا بالفيديو لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، شكرا على القناه، شكرا كل جديد مني وشكرا على خير فيديوهات ثانيه، مع السلامه.